بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بنتكلم عن زراعة الفلفل داخل البيوت المحمية. طبعا أنا زارع في المجمع دهون اللي هو بيحتوي على 10 أقواس، زارع فيه فلفل وزارع فيه برضو طماطم. تمام، الفلفل اللي زرعته مع الطماطم مش لحاجة، يعني مش بجرب ولا حاجة، هي القصة وما فيها ان دي زاد عن مجمع تاني فجبناه نزرعوه مع الطماطم، بس انا بوريك ان هما الاثنين ينفعوا. بتمنى انك تسمع الفيديو للآخر علشان ما تبقاش زي اللي بيقول لا تقربوا الصلاة ويسكت وما كملش وقال وانتم سكارى، اذا فهو خد الكلام من السياق بتاعه، فعشان كده عايزك تكمل للآخر عشان ما تاخدش الكلام من السياق بتاعه وتقدر تحصل على معلومة. الفلفل داخل البيوت المحمية معروف أنواع الفلفل كتيرة فيها، تمام، منها الفلفل الحلو إذا كان الألوان أو الفلفل العادي اللي قدام حضرتك دهوت، وفيها الفلفل الحريف. المهم يعني الأصناف كتير، وللناس فيما يعشقون مذاهب، كل واحد بيزرع الصنف اللي بيريحه واللي بيلاقي فيه التسويق بتاعه، فعشان كده الصنف دهوت لك مطلق الحرية فيه. فلكن بنتكلم عن الفلفل العادي خالص، تمام، اللي هو قدامنا دهوت اللي هو 3 غرف 4 غرف ما تفرقش بقى، المهم ان طلع عندي فلفل كويس بجودة كويسة وخلاص، تمام. والمهم في الاخر ان انا اجيب محصول وعب كراتين الفلفل. على فكرة يا جماعة، لو كانت اسعاره كويسة وانتاجيته كويسة فهو افضل من الطماطم بكتير بكتير بكتير، تمام. طيب بالنسبة للفلفل، ايه الخدمة بتاعة المحصول الفلفل؟ الفلفل زيه زي اي حاجة خالص، بنحط لي القوس اللي قدام حضرتك ده هوت ايا كان، القوس اللي هو تقريبا بيتزرع فيه 1000 نبات، الخدمة بتاعته زيه زي الطماطم بالظبط، ما فيش اي خلاف بينهم، تمام. هتحط السوبر فوسفات ان كان ال 15% وان كان التريبل، ان كان ال 15% هتحط في حدود يعني كيس 50 كيلو للقوس كويس جدا، تمام. اذا كان من الثاني ممكن 25 كيلو يكفوك قوي، لان طبعا نسبة الفوسفور عالية في التريبل، تمام. ممكن تحط 15 كيلو برضو للقوس لو انت عندك الداب اللي هو 18-44-0 المحبب بتاع السعودية بتاع شركة سابك، فعارفينه، أو أي داب إن كان، تمام. لو عندك، لو العملية متسعة عندك أنك تحط الكبريت الزراعي، ممكن تحط كبريت زراعي. لو عندك بوتاسيوم محبب ممكن تحط لك 10 كيلو للقوس بوتاسيوم محبب مع 15 أو 20 كيلو أو 25 كيلو كبريت زراعي، تمام. دول طبعا بالنسبه للداب او او السوبر فوسفات، ده علشان العنصر الفوسفور يبقى موجود في التربه، لانه صعب جدا على ما يبدا يتحلل ويشتغل. الكبريت بقلل لك البي اتش وكمبيض فطري. البوتاسيوم برضه بتحطه كستاند باي كده في التربه، يعني واقف اذا يعني النبات بيحتاج له، وبيبقى طبعا محبب عشان بياخد فتره كبيره يدي للنبات، ان كان هو ولا السوبر ولا حتى الكبريت المحبب، لان الاسمده دي انا بعتبرها في حد ذاتها اسمده ذكيه. ذكيه ليه؟ لان هي مش بتدوب مره واحده، لا، بتقعد بتدي فتره كبيره للنبات، تمام. عناصر صغرى عندك سلفات حديدوز، سلفات منجنيز، سلفات زنك عندك، لو تضيفها بخمسة كيلو للقوس او بثلاثة كيلو 4 كيلو، زي ما يكون القصه مش قران، حط زي ما انت عايز تحط، تمام. ما عندكش يبقى كفايه قوي انك ترشها كل 15 يوم مره على المجموع الخضري، تمام. ديت بالنسبة للتجهيز بتاع الفلفل. حضرتك برضو بتحط بالنسبة للفلفل للقوس اللي هو فيه 1000 نبات، ممكن تحط له في حدود 2 متر لو سمات دواجن، ممكن تحط له 2 متر لو كومبوست نباتي، لو سمات بلدي خالص. اهم شيء حط اللي انت عايز تحطه، اهم شيء يكون خالي من بذور الحشايش والنماتودة يعني فعلا وليس قولا، فعلا وليس قولا، لان النيماتودا سرطان البيوت، تمام. بعد كده حضرتك طبعا بتجيب الشتلة، والشتلة تكون مطابقة للمواصفات زي قلنا قبل كده مليون مرة، وبتزرع على المسافات اللي قدام حضرتك دهوت ما بين المصطبة متر ونص، متر ونص منين؟ من نص الخط دهو
خليك ماشي معايا لفين؟ للنص ده هو من قلب المسط الخط ده هو بطنية دي للبطنية دي بيبقى كام؟ متر ونص. المصطبة من فوق تقريبا بتكون في حدود 90 سنتي العرض بتاعها، بتفرد عليها اتنين خرطومين اهو هوزين، احنا ما اتفقناش على حاجة قلنا قبل كده او اي حاجة، المهم خرطومين الري يتفردوا اتنين على المصطبة ما بين كل واحد والتاني 40 او 50 سنتي بنحطهم، وياريت الزراعة تكون داخل الخرطوم، داخل الخرطوم مش تكون بره، لا تكون داخل الخرطوم تمام. وبالمسافة بين النبات والنبات حضرتك بتكون 30 سنتي كافية جدا، في ناس بتزرع الاربعين as you like زي ما تحب ازرع مفيش مشكلة، ولكن الفلفل محتاج الكثافة شوية تمام. الكثافة مش هتزعله يعني تمام. لو زرعت الفلفل في الأشهر الحارة خد بال حضرتك من دي، لازم تظللها كويس لأن الفلفل مش حابب الإشعاع الجامد، وإن الحرارة لو كان الإشعاع كتير والمدة فترة كبيرة هيعمل لي مشكلة في الفلفل. إيه هي المشكلة دي؟ المشكلة دي الحلم الدودي أساسا، الفيروسات، الذباب البيضة اللي هتأدي لمشاكل كتير. إذن انا زرعت الفلفل بتاعي وعملت الخطوات اللي احنا قلنا عليها من تخمير الارض للزراعة لكل شيء، وخربشنا الفلفل بعد ما بقى كويس والدنيا بتاعته كانت كويسة تمام، ومزروع جنب الطماطم جنب اللي جنبه والدنيا كويسة، طالما احنا عاملين كنترول على قصة التسميد واحد على فكرة والري واحد، انا عامل كنترول على الامراض بس، لان الفلفل اساسا مشاكله كتيرة سواء في الامراض الفطرية او في الامراض الحشرية تمام. طيب بالنسبة للفلفل يا جماعة اللي حضراتكم شايفينه دهون تمام، الفلفل دهون يعني مشكلته في حاجة، الذبابة البيضة لو انتشرت في الفلفل، وفي ناس أساسا بتشتكي كتير تمام، الذبابة البيضة لو انتشرت في الفلفل هتعمل لي مشكلة في العفن الهبابي تمام. الذبابة البيضة مع المن الاثنين، ورقة الفلفل بطبيعتها غضة، فالذبابة البيضة بتعشقها تمام، بتعشق الورقة الغضة بتاعة الفلفل تمام، الورقة دي هي بتحبها أو غضة وحلوة وتمام التمام زي الجرجير كده تمام، الذبابة البيضة بتعشق هذه الورقة تمام، فلما بتيجي عليها وانت يعني بتهمل في المكافحة بتاعتها او بتجيب مبيدات مضروبة تحت السلم بيفرضها عليك التاجر اللي انت بتاخد منه بالآجل، دي المشكلة كبيرة جدا جدا جدا. فعشان كده حضرتك لازم تجيب مبيدات محترمة، المسبلان خليك معاه، ممكن ترش رشة من اللمبادة، ممكن تجيب رشة افسكت خفيف على اقل معدل الخمسين فيه واحد جرام على اللتر، لا لو عندك افسكت مع الفلفل ما تزودش الجرعة قوي لا تمام، ياريت يكون مرفق معاها ابا مكتين وخصوصا الفرتيمك، بحيث تبقى ضربت عصفورين بحجر بقى عندك. لما بترش مبيد حشري كويس مع مبيد اكروسي بتضرب ثلاث امراض، اول حاجة الذبابة والمن دي اول حاجة، تاني حاجة الاكروس تمام اللي هو العنكبوت الاحمر، وغير كده كمان الحلم الدودي، انت بتجيبهم التلاتة مع بعض بس عن شرط كتر في الرش ولو بمبيدات، يعني ادخل مرة بمبيد كويس وادخل بمرة بمبيد عادي، بحيث ان هو كرش بس او كغسيل، لان الفلفل محتاج رش كتير عشان ما يفيرس، عشان ما تجيلهوش ذبابة بيضة، علشان ما يجيلهوش عنكبوت احمر، علشان ما يجيلهوش حلم دودي تمام. طيب حضرتك في كمان حاجة انا نسيت اقول لك عليه، الذبابة البيضة مشكلتها بتدمر الفلفل تدمير شامل. ليه؟ هي بتيجي على الورقة دهيت من تحت تمام، لما بتيجي على الورقة ديت من تحت بتعيش وبتتعايش مع الفلفل، مشكلتها لما التعداد بتاعها بيزيد يا جماعة ايه اللي بيحصل؟ لما تعداد الذبابة البيضة بيزيد بيحصل لي امراض فطرية كتير. ليه؟ ايه علاقة الحشر؟ طب الذبابة البيضة عم حشر انت بتتكلم كلام وخلاص، لا ما هي الذبابة البيضة والمن لما بيجوا فبيفرزوا ندوة عسلية او البراز بتاعهم بيبقى عسلي تمام. طيب عسلي فاقل شوية رطوبة في البيت، ركز في الكلام ابوس ضوافر رجليك ماشي، ركز في الكلام، الذبابة البيضة قرينة الفطر تمام، اللي هو الفطر بتاع العفن الهبابي. طب العفن الهبابي جاي لك فيها، بس بالله عليك ركز معي شوي، الذبابة والمن لما التعداد بتاعهم بيزيد بيعملوا لي عملية ايه؟ عملية
عسلية، ندوة عسلية، تمام؟ الندوة العسلية دي لما بتيجي يا جماعة الفطر بيلاقي الضلة بتاعته، لأن الندوة العسلية فيها سكريات، البراز بتاعهم فيه سكريات، تمام؟ السكريات دي الفطر أول ما بلاقيها مع شوية زيادة رطوبة في البيت ده هو، تمام؟ بيبدأ العفن الهبابي أو فطر العفن الهبابي يتحرك. لما بيتحرك طبعا بيعمل لنا إيه حضرات؟ طبعا بيعمل لنا ان هو بيفرز عفن هبابي زي هنا، هنا بيغطي الطبقه ديت كلها، ودي طبعا بتشوف في الناس المهمله بيجي لها كده. اما اي فلاح محترم او مزارع كويس او مهندس محترم لا يسمح بان المهزله دي تحصل، تمام؟ بتلاقي الورقه ديت اتغطت فيما يسمى بالعفن الهبابي نتيجه التعداد الكتير بتاع الذبابه والمن اللي هم افرزوا لنا الندوه العسليه، وبالتالي هتحصل عندك الصاعقه، ان الورقه ديت مش هيحصل فيها اي عمليات حيويه، لا تنفس ولا بناء ضوئي ولا حاجة. إذن النبات أصبح هزيل وأصبح الإنتاج بتاعه صفر 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 كمان، تمام؟ دي كل مشكلتنا مع الفلفل والمكافحة بتاعته، تمام؟ فعشان كده بقول لك إذا كنت عايز تزرع فلفل ازرع براحتك، ما عندناش مشكل خالص في أنك تزرع فلفل، مش هتنفسنا يعني، ولكن لازم تزرع حاجة محترمة تكون يعني جديرة باسمك او بمكانتك بين المزارعين. بنكتفي بس عشان الوقت هيسرقنا، والناس ما بتحبش اساسا ان احنا نطول بالنسبة للفيديوهات، وهنلتقي باذن الله تعالى مع الفلفل الجميل والطماطم الحلوة دهية، تمام؟